مرحبا بنات، يا رب كامل تكونوا بصحة وسلامة. اللي ما راح يكون الفيديو انبوكسينج، الموقع اسمه فاش ولا ايه؟ هذا الويب سايت يبيع لوازم الأعشاب اليدوية دي اي واي كرافت، وإن كان موقع جديد ما فيش تنويع كبير، لكن حبيت فكرة أنه مخصصين قسم خاص بلوازم الإيبوكسي. كما راكم تشوفوا مجمعين مجموعة من القوالب في شكل سيت اللي حسيت أنه منتقين بعناية، واللي عجبني زيادة التغليف كان ممتاز. يعني هذا أكيد من حق كل واحد يعمل طلبية أونلاين، لكن هما حريصين أنها توصلك الأشياء مغلفة بطبقات من البابي بول وفي أكياس منفردة، ولا هذا زي بلوك باك. هذه الأحرف والأرقام والكلمات، وإن كانت الكلمات حجمها عجبني صراحة عكس الأحرف اللي كان حجمها كبير، لكن تصلح في أشغال الإيبوكسي حتى نخرج شوية من قاعدة الكتيبة اللي بالذهبي ولا الطباعة ولا ستيكر. ممكن أنكم تستخدموها هكذاك بلونها الطبيعي، ممكن أنكم تلونوها، وراح نشوفوا معايا فيديوهات دي اي واي إن شاء الله مستقبلا. حبيت نقول لكم للأمانة للأخوات اللي كانوا قالوا لي عاملين لنا مقارنة ما بين موقع الإكسبرس والمواقع اللي يشوفوها في الانستغرام، أكيد جودة منتجاتها مليحة. وكالي قالوا لي وش رايك في القوالب المحلية، راح نجاوبكم على كامل هذه الأسئلة إن شاء الله. تابعوا معايا الفيديو الأخير. بعد اللي جربت هذا الموقع الصراحة وللأمانة حسيت أنهم نفس المنتجات اللي كاينة ولا متوفرة في موقع علي إكسبرس، ممكن هما معتمدين على الشراء من الموقع الأم اللي هو علي بابا اللي يوفر بيع بالجملة، وممكن هما يبيعونا بالتجزئة بربح ليهم. ممكن يكون الشحن مكلف للبعض بما أنه شحن سريع، لكن تكلفته أكيد راح تكون أغلى من موقع علي إكسبرس اللي يكون فيه شحن إما مجاني ولا حتى يكون مدفوع لكن مقدور عليه. عملت مقارنة كما راكم شفتوا في المقطع اللي فات، قالبين كيف كيف، ما كان حتى تغيير ما بيناتهم، والصراحة هذا الشيء اللي أكد لي هذه المعلومة. للإخوة اللي كانوا قالوا لي على القوالب المحلية اللي صنعوها الحرفيين، أنا شخصيا نشجعهم على هالشي، على الأقل احنا نتعاملوا معاهم وهم يربحوا وحنا نربحوا، لكن المفروض أنهم يخدموهم بمعايير اللي المفروض أنها تتوفر في كامل القوالب اللي نحتاجوها واللي تكون مخصصة لهذا الغرض، من حيث الجودة ومن حيث أكيد المواد المستخدمة، وحتى ممكن يشجعونا من حيث الأسعار، ولا حتى يعملوا عروض مناسبة للحرفيين. ما نكروش أنه لوازم الإيبوكسي غالية، لكن هذا الشيء ممكن يسد هذا الاحتياج لي في الأسواق للقوالب ولا حتى مواد الإيبوكسي بصفة عامة. حبيت نقول للأخوات اللي كانوا قالوا لي هل القوالب عمرهم قصير، رانا تفاجأنا مانيش مستعدين ان نرموا مبلغ معين ونستخدموه مرة زوج ثلاثة وتخسر. شوفوا القوالب مهما كانت جودتها، سواء كانت محلية ولا قوالب اللي في علي إكسبرس ولا في مواقع أخرى، إلا ما بعد الاستخدام المتكرر راح ينقص من جودتها، وأكيد عندها مدة صلاحية. انتي بذكاء منك وحرص تقدري تحافظ عليها لأطول مدة ممكنة. باش هذا الشيء، أول حاجة قبل الاستخدام حاولي أنك تختاري القوالب اللي تكون جودتها مليحة. يعني لما نقوله القوالب هي عماد الأشغال اليدوية، يعني اللي متعلقة بالإيبوكسي، يعني مشي كما الإضافات واللوازم الأخرى اللي ممكن تلقاي لها بدائل. الحاجة المهمة الأخرى، أثناء عملية استخدام القوالب حاولوا بنات أنكم تحافظوا عليها، بحيث المشكل الشائع اللي نوقعوا فيه كامل لما نحاولوا نحو هذيك الفقاعات الهواء اللي تكون في الأعمال اللي نخدموها بالريزين، ممكن نقربوا المصدر الحراري اللي هي ممكن ولاعة ولا حتى شاليمو من حواف القالب ولا حتى من سطحه، ونبقاو نكرروا العملية ونوجهوا النار مباشرة لهذيك القطعة بحيث أنه يذوب هذاك السيليكون ويلصق مع القطعة. ولما يجفوا كي تجي ديموليه ولا تنحي القطعة، راح تلقاي أنها لصقت وتبقى تجبدي فيها حتى يتقطع القالب وتلصق، وبالتالي راح تكون خسارتك مضاعفة. الحاجة المهمة الأخرى، أنا كانوا نصحوني بها متابعات، قالوا لي من المفروض بعد استخدام هذه القوالب يعني نحاولوا أن نحتفظوا بهم في أكياس، ونحاولوا أن نحط لهم بيبي أويل ولا زيت جونسون. يعني ممكن أنا الصراحة ما جربتش هذه الفكرة، ممكن يكون بديل لزيت السيليكون اللي ممكن لما ندهنوا به القوالب بعد الاستخدام راح يطول من عمرها، ولا على الأقل نقصوا من احتمالات أنهم يفسدوا مع الاستخدام المتكرر. نقطة مهمة أخرى، حاولوا أنكم تحتفظوا بهم في علب خاصة، يعني ماشي برك كملتي القطعة تاعك تفرحي بها وترميهم، خصي لهم مكان خاص وخصي لهم علبة خاصة، وحاولي أنه تحتفظي بهم في شكل مسطح، وتحاولي تفصلي ما بين كل قالب والثاني.
نظن لهنا وصلنا لنهاية الفيديو، إن شاء الله يكون عجبكم وعلى الأقل تكونوا استفدتوا ولديتوا معلومة. أكيد نكون فرحانة لو تعطونا أي معلومة ولا خبرة كانت عندكم في التعليقات، هكذاك تعم الفائدة. راح أخليكم رابط المنتجات ورابط الفيديوهات السابقة، وأكيد حسابي في الانستغرام راه دايما مفتوح لكم، نجاوبكم إن شاء الله في الرسائل. تهلاو لي في روحكم، بالسلامة بنات.